من بعيد والله اكبر. هز الملعب هز الارض هز الملعب طول وعرض. هز الملعب هز الارض هز الملعب طول وعرض. يستعد منتخب النشامى للمشاركة الثالثة في تاريخه في النهائيات الآسيوية والتي ستقام في أستراليا العام المقبل، والطموح يملأ الجماهير لتحقيق إنجاز جديد أكبر من المشاركتين السابقتين واللتان توقفتا عند دور الثمانية. والعد التنازلي بدأ لهذه المشاركة، حيث تبقى 28 يوماً على أول مباراة للنشامى في النهائيات أمام المنتخب العراقي ضمن المجموعة التي تضم أيضاً منتخبات اليابان وفلسطين. المدير الفني للمنتخب الوطني ري ويلكنز ضيف إكسترا تايم كان قد أعلن عن طموحه مع المنتخب في أول تصريح له بعد توليه المهمة، أنه قادم لتحقيق الجديد في نهائيات آسيا وهو الوصول إلى دور الأربعة على أقل تقدير. الطموح الموجود لدى جماهير النشامى كبير جداً، وخصوصاً بعد المشوار الكبير للمنتخب خلال السنوات الماضية وأيضاً المستوى الذهبي في تصفيات كأس العالم الأخيرة والتي كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى المونديال، ولكن توقف الحلم عند الملحق العالمي أمام الأوروغواي. الجميع يترقب كيف سيظهر النشامى في النهائيات المقبلة، وهل ستكون الصورة مغايرة لوضع الاستعدادات الحالية؟ هز الملعب طول وعرض.